مين منا ما بيرغب ويحلم يعيش حياة متوازنة وصحية؟ نحن عارفين أن الإنسان كتلة من المشاعر والأهداف اللي بنركض عليها لتحقيقها، والعلاقات اللي بنحلم نعيشها كلها موجودة عشان تعطينا شعور بيعزز وجودنا في هاي الحياة. بس إذا كان هذا الشعور اللي ملازمنا طول الوقت مؤذي وصعب ومبهم ودائما في حيرة وصراع، كيف مع كل هاي المشاعر وأكثر ممكن نلاقي حالنا وجودنا في هاي الحياة حتى نشعر؟ ولقائنا اليوم رح يتكلم عن أهمية المشاعر وكيفية تحديدها وكيف ممكن ترفعنا وكيف إلها القدرة إنها تعيشنا في سجن ومن الوهم. أنا رنا ثابت، ممارسة الرايك، رحبوا بزميلتي رزان الزهراوي، مهتمة بمجال الصحة الطبيعية وتغيير الحياة عن طريق النظام الغذائي. أنشأت مؤسسة هاند إن هاند الخيرية في مجال الإنساني، وتحمل شهادة بكالوريوس في التصميم الداخلي. نحن ممكن نتواصل معكم من خلال التعليقات أسفل الفيديو، ورح يتم الإجابة عنها بعد ما نخلص اللقاء. كيفك رزان؟ أهلين رنا، كيفك حبيبتي؟ أهلا وسهلا، خبرينا شكرا من على المقدمة الحلوة. شهادة أهلا وسهلا حبيبتي، خبرينا من شهادة بكالوريوس في تصميم الداخلي والآرت لعلم أو طريق النظام الغذائي وهلأ علم الرايك، خبرينا عنك شوي. واو، هي رحلة طويلة يعني، بس رح أحكي بس على تجربة الرايك حاليا عشان نتدارك، ما نتدارك نتدارك الوقت. الحقيقة هي كانت مجرد استشارة أخذتها مع محمد الكيلاني، وما كنت عارفاني أنه هو عم بيطبق معي علم الرايك. فلما انتهت الجلسة قال لي رزان أنت أحسن هلأ. طلعت فيه هيك إنه أوكي، أنت شو عملت؟ يعني نحن حكينا حديث عادي. فالمفاجأة إنه وقتها أنا كان لازم أروح على الجيم، الإحساس اللي حسيته بجسمي، الخفة، الحيوية، الطاقة، الشعور السعادي كان لا يوصف. وهون ساعتها عرفت إنه في شيء كبير صار تغير بحياتي. قررت بعدها أدرس هذا العلم، لأنه كيف أنا صار في نقلة نوعية بحياتي، حبيت ساعد الناس وانشروا يعني، وخليهم يعيشوا نفس التجربة اللي أنا عشتها. صحيح، دائما الإحساس اللي بيجي بعد ما نتحرر من الصدمة بيكون مختلف تماما، ومن كتر ما إحساس كتير حلو حابين كمان اللي حوالينا يعيشوه دائما. أكيد بس حابة أنوه اليوم إنه لقائنا رح يكون هو عبارة عن سلسلة تعريفية لممارسين الرايك. أو قبل ما نتطرق على هذا الموضوع، في سؤال دائما بيتبادر بالناس، اللي خاصة الناس اللي ما سمعت عن هذا العلم، ممكن تخبرينا أكثر عن علم الرايك ومين المؤسس لهذا العلم؟ علم الرايك هو علم فك الصدمات، مرجع فيها الإنسان لشعوره الفطري. وليش هو ثورة بعلم النفس؟ لأنه هو بيؤمن أنه الإنسان بيخلق على الفطرة، ما عنده أي شعور، أي صدمة، أي مشاعر سلبية، أي نوع من أنواع الكبت. فاللي الرايك بيعمله أنه بيمسك المشاعر ومنرجعها لوقت نشأتها، اللي بيؤمن علم الرايك فيها أو محمد الكيلاني، أنه هي نشأت من عمر السنتين أو 3 سنين. هلا معظم الصدمات بتنشأ بعمر صغير، في صدمات بتنشأ على الكبر. ايه طيب، في سؤال عنا إنه هل ممكن أي شخص يتعلم الرايك ويكون ممارس؟ اكيد اكيد، اي شخص فينه يحضر في دورة فري اونلاين، والاشخاص اللي حابين يكونوا ممارسين معتمدين فينهم يسجلوا كمان مع محمد الكيلاني. طبعا محمد الكيلاني هلا بيطور الكتاب الثالث عن هذا العلم. هذا العلم هو يستسقى يعني بذوره او جذور العلم من ويلهام رايخ، وسماه الرايك نسبة وتكريما لهذا العالم. والحقيقة انا بؤمن انه نحن قادمين على ثورة علمية بعلم النفس وتغيير حقيقي. صحيح، وإضافة على هذا الشيء، أنا يعني تعرفت على هذا العلم، وأنا يعني بعيدة كل البعد عن علم النفس أو اللي بخص الشعور والعقل الباطن. أنا مصممة جرافيك وفنون جميلة، حلو، بس دائما عندي هذا الإحساس إنه
دائما انا لازم اعيش افضل من هيك، انا بستحق حياه كريمه. بدور دائما على اجوبه لاسئلتي، دائما بحس انه عندي هذا الشعور، بس كيف ممكن انا اتخلص منه بشكل سليم بدون ما يؤذيني او يؤذي اللي حوالي. وفعلا مثل ما قلتي انه محمد الكيلاني لما انشأ هذا العلم وبلش فيه معنا، صراحة أنا بوجه له تحية كتير كبيرة، لأنه ساهم بتغيير مفهوم المشاعر والشعور، أو مثلاً ساهم في تغيير شعور الأشخاص وكيف يفهمها، كيف رفع الوعي. رنا رفع الوعي، بتعرفي هلأ صار يعني معظم الناس، وهو بيقول هو له الفخر بهالشيء، انه صارت الناس كلها تحكي بالصدمة اللي نشأت بالصغر. يعني عن جد لما نقول نحن قادمين على ثورة فعلا، لانه هي كمان طاقة وعي. لما نحن بنتحرر او مجموعة بتتحرر من الصدمات بينعكس على الاشخاص المحيطين فيها. صحيح صحيح. طيب خلينا، يعني حكينا كثير عن كلمة الصدمة، خلينا نعرف الصدمة. الصدمة يعني كمان أنا قبل ما أتعرف على الرأي كنت أفكر الصدمة لازم تكون منشأ شيء، حادث أليم، حرب، شيء كتير قوي. طلعت الصدمة لا، ممكن الصدمة تكون كلمة قيلت من أحد الوالدين عن طريق الخطأ، موقف بسيط مرقنا فيه بيأثر على حياتنا بشكل سلبي وبشكل كبير، وهو الموقف بيكون كتير بسيط وممكن يكون أحياناً يعني مضحك، بس له آثار كتير علينا لما بنكبر. يعني صحيح، وهي كمان الصدمة بتأثر على طريقة تفكيرنا وسلوكياتنا، وكيف ممكن نستقبل الشخص اللي قدامنا أو نستقبل الكلام. ممكن يكون كلام جدا عادي، بس نحن لأنه عندنا هذه الصدمة في حياتنا، فممكن إحنا تكون ردة فعلنا كتير قوية. برافو، صح، تمام. محمد الكيلاني أصدر كتاب بعنوان كل شيء أصله صدمة. من خلال تجربتك، هل فعلا كل شيء له أساسه هو الصدمة؟ والله من خلال تجربتي ومن خلال تجارب الممارسين، نحن أحيانا نتفاجأ حتى بأنفسنا إنه كل شعور، كل شيء، كل تصرف، لأن كل فكرة بنعملها مقصودة أو غير مقصودة هي المنشأة يعني سلبية، بتكون صدمة. يعني فعلا عن جد كل شيء أساسه صدمات، يعني everything is trauma. صح، وبعد ما نحن صرنا ممارسين وصرنا ننتبه على سلوكيات وحتى الكلمات اللي ممكن يستخدمها الشخص، يعني سبحان الله ونحن قاعدين نصير نعد انه هاي صدمة اولى، هاي صدمة ثانية، هاي صدمة ثالثة. فصار الموضوع عنا كأنه حياة، يعني عن جد كأنه طريق حياة نحن صرنا نمارسه بشكل كتير حلو. بالعكس هذا صار يقربنا من بعض، انا اتفهم اللي قدامي ليش هو اخذ هذا التصرف، وما عاد خايفين من الصدمات حتى. يعني كلياتنا مثل كانه فخورين بالصدمات لانه عنا عرفانين الحل انه رح نتحرر منها. يعني صح صح، ونتنافس مين يحرر صدمه الثاني، يعني فهذا الشيء كثير حلو بيننا في اسره الرايك. صحيح. طيب احنا نوهنا قبل انه عمر الصدمات الاولى هي بعمر صغير دائما، لهيك دائما احنا بالجلسات بنذكر التعامل الاطفال، لازم نكون حذرين بتعاملنا مع الاطفال، لانه السنوات الاولى كثير مهمه بصقل وشخصيه وتفكير الطفل. هل انت بتأيدي هذا الراي؟ اكيد رنا، يعني دائما الطفل يعني هو مثل الاستثمار، يعني كيف بنعرف نتعامل معه، كيف طريقه تربيتنا لانه لازم ننتبه حتى على الكلمه، حتى على نبره الصوت، حتى هاي الاشياء كثير حساسه، لانه بالنهايه يعني الاهل ما عندهم اغلى من اولادهم، فهني لازم كثير يثقفوا نفسهم بهذا بمجال تربيه الطفل والتعامل معه بطرق كثير ذكيه من دون ما تاثر على حياته وتعمله صدمات بالمستقبل. صحيح، وحاليا بصراحة يا رزان بعد ما عرفت عن الرايك ما صار عندي خوف اني وقف مثلا او اكون حذرة بتعامل مع الاطفال، لانه صرت افهم الاطفال اكثر، اعرف نفسياتهم، ونفس الوقت ما صار عندي خوف اني انا ارتكب اي صدمة، لان انا صار عندي الحل انه كيف احل. انت قريبة من الاطفال رنا، بتتعاملي معهم، فهذا الشيء كمان حلو كثير. صحيح.
طيب في سؤال دائما بيجي لنا احنا كممارسين وحتى ممكن ينطرح بقنوات التواصل الاجتماعي عندنا، الفرق بين علم الرايك وعلم الريكي. في فرق كبير، كثير ناس بيخربطوا بين الكلمتين، بيفكروا انه هو ريكي لانه هي من قبل. الريكي هي علم ياباني، عفوا كلمه يابانيه، يابانيه المنشا، هو علم من علوم الطاقه طبعا ومجالات التنفس والرموز والتامل معلوم الطاقة، مختلف تماما عن الرايك. الرايك مثل ما قلنا هو نسب لويلهام رايخ للاسم، يعني هو علم فك الصدمات اللي بتنشأ من الصغر أو بعدها عن الكبر، يعني فمختلف تماما، يعني في متجه لمجال علم النفس أكثر. تمام. طيب إذا حكينا كمان الفرق، لأنه دائما كمان بيسألونا هذا السؤال وفي هيك علامة استفهام كبيرة بخصوص الفرق كمان بين التنمية البشرية وعلم الرايك، هل نحن من ممارسين التنمية البشرية ولا في كمان اختلاف؟ لا، في اختلاف، لأنه نحن التنمية البشرية طبعا شيء كتير جميل وبتعمل كتير تغيير بالأفراد، بس التنمية البشرية بتشجع الشخص، بتحفزه. نحن بعلم الرايك من نعطي حلول، بعد ما بنعطي الحلول المفك الصدمة ساعتها هون فينا نحط مثل خطة أو منحفز الشخص لحتى يدخل بحياة جديدة نهائيا. بس في شيء نحن بنعمله، نحن يعني بنعطيه حل وهو يعني بيلمسه بالجلسة نفسها، يعني صحيح صحيح. وبدنا كمان ان نقول شغله، انه صار عندي قناعه بعد ما تحررنا من اكثر من صدمه بحياتنا رزان، ممكن بعد ما نشيل النظاره السوداء من عيوننا اللي هي الصدمه اللي بتخلينا ما نشوف الحياه بشكل سليم، نستعين بالتنمية البشرية حتى يعطونا التوجه المناسب لنقدر نتعامل مع حياة بشكل أسهل وبإيجابية أكبر. أكيد رنا، شوفي يعني العلم والتطوير النفس والواحد يستثمر بنفسه ما بيوقف عند حد، يعني مجرد نحن ما نفك الصدمات ما يعني وصلنا لآخر نحن منفكها حتى منكون جاهزين للانطلاقة للحياة برؤية جديدة، بوجه آخر، بمفهوم جديد، بطاقة جديدة. منضل نطور من نفسنا، منضل نعمل كورسات، منضل نقرأ كتب، لأنه العلم ما بيوقف والتطوير ما بيوقف أبدا. صحيح صحيح. ممكن احنا نستقبل حالات تحت تأثير أدوية نفسية؟ لا أكيد ما فينا ناخد حالات تحت تأثير حبوب الاكتئاب أو أي نوع من أنواع المسكرات، لازم يكون الشخص اللي معنا بكامل إدراكه ووعيه حتى نقدر نساعده يعني. تمام. بخبرتنا من خلال استقبال الحالات، هل ممكن الإنسان هو اللي يحدد صدمته، أو الممارس ممكن من الخبرة يقدر يكتشف الشعور الأساسي من الصدمة نفسها؟ هلأ على الأغلب يعني في كتير يعني حالات بتجينا، مثلا بيكون عندها لنفرض عدم ثقة بالنفس أو عدم رضا عن الشكل، فبيفكر هي هاي المشكلة. بس نحن لما بنحكي معه بنحدد الشعور، بنلاقي إنه في مشكلة مع التقبل الأم أو عدم علاقة جيدة بين الأم والحالة يعني والشخص، فبيجونا بحالة وشعور معين، نحن بنلاقي الجذر مختلف تماما يعني. وهون بيرجع للمعالج، وأحيانا شغلات بتكون واضحة، مثلا مثل لنفرض الخوف من أشياء معينة من المرتفعات، يعني بتكون واضح أو بيكون محدد الحالة. في تحديات نحن بنواجهها رزان من خلال الجلسة ومن خلال الأشخاص اللي ممكن احنا نقابلهم، مرات يعني بتطلع من عندهم كلمات نحن كممارسين ننتبه عليها ان هاي الكلمات بتمثل صدمة معينة او إلها جذور معينة. اذا واجهنا كممارسين اكثر من صدمة في نفس الجلسة، كيف ممكن احنا نتصرف؟ هلا نحن بنقول هدول عليهم الكلام المفاتيح، او يعني كلمه واحده ممكن يحكيها الشخص، بنعرف نحن انه هاي بشو مرتبطه، باي جذر. طبعا من خلالها بنحدد الشعور وبنحدد الصدمه وبنشتغل عليها يعني. فهاي مهمه الممارس، وهي هو بيكون تدرب على هالاشياء يعني ودرس. صحيح صحيح. ودائما بنواجه شغله انه دائما بنحبذ انه ناخذ الصدمات القويه، بعدين احتمال هاي الصدمه اصلا بتكون مرتبطه بصدمات
أقل منها. فوقت ما نحن نفك الصدمة الكبيرة أو القوية لا يعني بالتتابع الصدمات اللي بعدها رح تتحرر بشكل طبيعي وما مش مضطرين إنه إحنا نعالجها أو نأخذ صدمة بصدمة لأن هي أصلاً جذرها كان مرتبط بصدمة قوية. 100% رنا أكيد. تمام. برأيك رزان بجهود محمد الكيلاني طبعاً بآخر فترة نزل على القناة أكثر من حالة، وبس بدنا نستفسر هل ممكن يتحرر الإنسان بمجرد سماعه للجلسات اللي نزلها محمد الكيلاني؟ أكيد رنا، يعني يمكن محمد الكيلاني هو الوحيد اللي حط هذا العلم نشره للناس هيك مجانا، اللي حابب يتعلم طبعا موجود الدورة على اليوتيوب، وحتى نحن عم نحط جلسات لأنه نحن هدفنا فعلا في ناس لما عم يسمعوا الجلسات عم تفك عندهم المشاكل مجرد ما سمعهم الجلسة. ليش؟ لأنه بيطبقوا الجلسة على بتكون في يعني في كتير ترومات متشابهة، فلما بيسمعوا الجلسة فبتفك عندهم الصدمة بشكل تلقائي يعني. فهذا هو هدفنا نحن من تسجيل الجلسات ومن حط الدورة يعني لحتى الناس كلها تستفيد، وفعلا نحن قادمين على ثورة كبيرة بتغيير الوعي الجماعي يعني. صحيح بإذن الله. الله يبارك لنا في هذا العلم. آمين. طيب مدة الجلسة بالعادة كم تأخذ معك رزان؟ يعني أقصى تقريبا شيء ممكن ساعتين، من ساعة لساعتين حسب الحالة وحسب الصدمة، ويعني أكثر من ساعتين بيكون الأمر كتير متعب للحالة والممارس يعني. اليوم رح نضطر أو نتكلم رح عن ثلاث صدمات وممكن تكون هي الشائعة، ومنها صدمة الخوف. ممكن تعطينا حالة صادفتيها وكانت عندها حالة الخوف؟ والله اسمحي لي أنا هون أحكي على حالتي أنا، على نفسي أنا من الخوف. عندي خوف كتير، فوبيا من القطط والكلاب. وطبعا أنا عايشة هون بإنجلترا، الحيوان طبعا صديق وملازم يعني هني بكل مكان. صح. فأنا معاناتي يعني مثلا بدل ما أروح على البارك لأستمتع بالطبيعة، أنا كل عقلي أنه لا يجي مثلا كلب أو تجي قطة أو تجي، فأنا فعلا عايشة بحالة هذا الخوف المزعجي، ما عم بعرف كون ريلاكس. فلما طبقت طريقة الرايك هون صار أنا انصدمت أنه كيف تغيرت مشاعري أساسا. المشاعر عندي اختلفت يعني تقريبا، ما بدي أقول لك هلأ راحت 100%، بس طبعا أنا صورت فيديو يمكن نزل على القناة بعدين كيف صارت، صرت أقدر يعني كنت أنا أشوف القطة بالشارع يمكن 100 متر بيني وبينها وصاب بحالة هلع. هلأ بعد العلاج أنا حطيت إيدي على القطة ومسحت على شعرها، ويعني هذا بالنسبة لي الناس اللي بتعرفني إنه لا ما بصدق رزان معقولي يعني. أوكي. هذا ممكن يعمل تروما هلأ. أتعطي كهرباء؟ طفت الضوء. وعليه همك، نورك كافي رنا. أسلمي لي، شكرا. كفي بس اللي كنت حابب. ففعلا يعني شوفي بترومات الخوف في شيء نحن منشيله شيء كبير، بس في شيء هو دائما بيتبع للشخص اللي للحالي. يعني مثلا انا اوكي فكيت التروما، بس في خطوات معتمده علي انا لازم اروح واقدم على مثلا انا اشيل القطه، انا امسح لها، يعني انا اقرب في شيء معتمد علي ما كله بس على الجلسه. بس دائما بتاخذ وقت يعني، شيء انت مثلا اختبرتي ب 30 سنه خوف معين اكيد ما حد بلحظه واحده، بيختلف الشعور وفورا انت بتنصدمي كيف شعورك اختلف وما بتعود عندك هاي حاله الخوف. بس بياخذ شوي بالتدريج لحتى انت تستوعب الفكره الجديده انه انا كيف ماني خيفاني مثل اول، كيف صار يمرق من جنبي وانا ماني بحاله التوتر. حلو. ففعلا انا بستمتع اكثر بطلعاتك. إيه. والحيوانات كائنات اليفه كثير يعني. بالضبط رنا، بالضبط عن جد يعني بتصير تستغربي من حالي من حالي. خليني احكي لك كمان عن تجربتي عن الخوف. اكيد يا ريت. حتى استغربت انه انا عندي هاي التروما، هي الخوف من الالم. أنا كان عندي حالة شبه ربو وضيق تنفس يعني بالجهاز التنفسي، واكتشفت أنه عندي خوف من الألم، وطبعاً باتباعي لخطوات الرايك الواضحة قدرت أتحرر من هذا الخوف. وسبحان الله وقتها أنا عشت الشعور اللي هو ممكن يكون الصدمة مرتبطة بعضو بالجسم. فوقت ما أنا تحررت من هذا الشعور واتبعت طريقة الرايك
يعني التنفس صار كتير أحسن، بطل عندي حساسية الموسمية كمان لأنه أنا عندي هاي الموجودة، واو. وخف الألم كتير والضغط على الرئة أو الصدر. يعني انت، ففعلا الارتباط كملي، لا لا حبيبتي تفضلي. فارتباط الصدمة ممكن كمان تكون عضوية، يعني عضو من عضو ممكن يرتبط فيه بشكل كتير كبير. والحمد لله من بعدها، يعني أنا بحكي لك عن 5 شهور، واو. ولهلا أنا الحمد لله ما استخدمت لا أدوية ولا رحت مع مراجعة طبيب. وإذا إجت لي مثلا هاي الكحة أو كذا، ممكن تكون مثلا على مغبرة أو دخلت بمكان ممكن فيه يعني نباتات أو شيء هيك، بس إنه شيء كتير بسيط، بس مش كمية الأدوية اللي كنت أنا ماخذ يعني كنت باخذها. وطبعا مع تنظيف الجسم والديتوكس راح يساعدني أكثر إني أتخلص من هذه الحالة الصحية. رنا انت حكيتي عن نقطة كثير مهمة، لانه فعلا الصدمات احيانا بيكون عندنا مشاكل جسدية مرتبطة بالصدمات. وعندنا مثال كثير حي وجميل للفنانة شمس، اللي هي لفت كل شيء بالعالم وما خلت شيء، ما جربت وجع بمعدتها او شيء، مجرد ما عملت الرايك انحلت المشكلة تماما، عانت منها سنين. فهذا كمان يعني انجاز للرايك. بيشهد العلم هذا. هل ممكن الخوف يوقف حياتنا رزان من ممارستها بشكل طبيعي؟ أكيد طبعا. يعني إذا الواحد تخيل حاله هو بحالة خوف أو عايش من خوف معين، هو بحالة شلل فكري وجسدي، ما أنه قادر على الإنجاز، ما أنه قادر على أي شيء مفيد. فلما نشيل الخوف نحن بتتغير، حتى لو كان خوف بسيط، حتى لو خوف من المرتفعات، خوف من الظلام، خوف كثير بيعمل تأثير. طبعا الجانب المهم اللي بحياتنا هو جانب العلاقات. وخلينا نحكي عن طبعا أول علاقة بيشهدها كل إنسان هي علاقة الأب والأم. ممكن تشرحي لنا أكثر شو علاقتها بالصدمات؟ واو رنا، علاقتها كثير، يعني هو معظم نحن كمعالجين او عفوا كممارسين بنشوف انه الصدمات هي المنشأ كلها اساسا الاب والام. طبعا بطريقه غير مقصوده، يكون يمكن حب زائد من الام او تصرف او كلمه او اي شيء، هون بتنشأ يعني بتعمل الصدمات. فالطفل يعني بياخذها أو كانطباع، بفكر إنه هو لا، ما في حب من طرف الوالد أو ما في حب من طرف الأب، وبيكبر على هالفكرة وبتكون عايشة باللا شعور جوا ومأثرة على تصرفاته. فنحن لما من بالجلسة من بنرجعه، نحن ما بنكذب عليه، نحن بس بنعيشه عن جد الحقيقة، إنه لا طبعا أهلك بحبك وشعورهم وما عندهم أغلى منك، وهيك هون بصير الارتخاء، هون بصير حل الصدمات. بس نحن مثل ما بنقول بنبدل لهم النظارة، خليهم يشوفوا بوعي أكبر يعني الحقيقة. صح. ودائما الحالات اللي مرتبطة بين الأب والأم من كثر الصدمة بتعميهم عن ذكريات كتير حلوة، صحيح، وما بتخليهم يتذكروها، وبس دائما بيركزوا على الجانب السلبي من العلاقة. موقف واحد بشع ممكن يشطب كل شيء حلو يعني. صح. وهي مشكلة الصدمة، انها هي بتعمينا عن ان نشوف الالوان ثانية، جهات ثانية من الحياة. صحيح. طيب هل ممكن الراي كمان يساعدنا في تحسين وارتقاء العلاقات بشكل عام؟ كثير رنا، يمكن بشكل فظيع. يعني اكثر شيء عم نختبره كلياتنا كيف الراي بيأثر على تحسين العلاقات بين الاصحاب، بين المرتبطين الشركاء، بين الازواج، بالعمل، لأنه بتصيري أنت بتشوفي الأشخاص والأمور بمنظور مختلف تماماً. فهذا بيعطيك مثل رؤية جديدة وشعور جديد بالتعامل. ولما أنت بتكوني مختلفة كشعورياً وطاقياً، بينعكس على الشخص اللي قدامك، فبتلاقي هو سلوكه أساساً تغير معك. يعني صحيح. لو احنا بنواجهها مثلا في ميدان العمل، بالسوق حتى، يعني حتى اختلاف، يعني بعد ما نتحرر من الصدمات بيكون تعاملنا مع نفسنا أولاً مختلف، صحيح، مع الآخرين بعدين بيعكس عليهم. هذا الشيء كثير لمسته أنا بتحرري لصدماتي. 100%. أنت تطرقتي رزان بموضوع العلاقات الزوجية، هل ممكن يتم إصلاحها بمجرد أنه إحنا نكتشف صدمة مروا بيها
الزوجين وتكون هي سبب خلافهم الدائم؟ كثير، ونحن في حالات مسجلة مدونة كتابيا وصوتيا. يعني بيكون بيجي أحد الطرفين عنده شعور مثلا غضب شديد لتجاه الشخص الشريك، بعد الجلسة بتلاقي هو هدي وصار يشوف الطرف الثاني أنه هو مثل كأنه ضحية أو مسكين، تغير كل الشعور عنده، أنه بصير متقبل أكثر، بيعرف، بصير فورا بيرتفع عنده النضج والوعي، فبصير هو متقبل، فبتغير كل الشعور، كل العلاقة. عن جد كتير في حالات صارت فيها يعني شغلات بنسميها مثل السحر، يعني السحر الأبيض. صحيح. وما ننسى أنه العلاقات الزوجية كتير مهمة بالمجتمع، لأنها هي كمان بتبني وبتساهم أنه يكون مجتمع صحي أكيد، والنفسية للأفراد سليمة أو متوازنة. أكيد طبعاً العلاقات الزوجية كتير مهمة، وخاصة في موضوع الصدمات، لأنه دائماً بنربط الصدمات زي ما حكينا بالبداية أنه الأب والأم دورهم كتير كبير. فالتعامل الذكر والأنثى مع بعض أو الرجل والمرأة بنعكس على الأطفال. صحيح. ودائماً كمان بنأخذ سلوكيات الأب والأم بدون ما نشعر، يعني إحنا دائماً لما بنكبر بنحكي لا أنا ما بدي أكون مثلاً نفس سلوكيات ماما أو بالضبط، بس منتفاجأ لما نكون بالجد والحياة الحقيقية إنه إحنا قاعدين بننسخ كل تصرفاتهم، ويمكن كمان الكلمات نفسها ممكن إحنا نستخدمها بدون ما إحنا نحس. ففعلا الوقتها بتفرق معنا انه احنا ننتبه على هذه النقاط لما نكرر اغلاط اللي نحن واجهناها مع الاب والام باسرتنا. صحيح 100%. رنا، طيب تنصحي بعد ما الزوجين يكتشفوا صدماتهم ويتحرروا منها انهم يزوروا او ياخذوا موعد مع مختص بالعلاقات؟ والله يعني هو ما في مثل ما بيقولوا يعني قانون مفروض، هو الشخص كيف حابب، يعني دائما اذا بيطور نفسه باي مجال الانسان ما يوقف عن نقطه معينه، يعني حكينا هالشيء، دائما فينه يطور حاله، دائما فينه يعمل شيء ليحسن، اذا هو فعلا في عنده نيه ليطور هاي العلاقه، ليطور ليبقى مع هذا الشخص، لانه بالنهايه هو الارتباط والزواج هو مؤسسه له، مثل كيف واحد بيستثمر بشغله بنجاحه وبده يستثمر بهاي العلاقه كمان. صحيح. فما بتوقف الأمور عند يعني نقطة حل الصدمة، دائما في شيء ناخده بعدها. يعني صحيح، حكينا عن الخوف وحكينا عن العلاقات بشكل عام، خلينا نحكي عن التعلق. يعني دائما بتجينا حالات بتكون عندها تعلق شديد سواء بالأشخاص أو بالأشياء أو حتى شغلات، ممكن تعلق بمكان معين. كيف ممكن نحن نعرف أول شيء عن التعلق؟ ما هو التعلق؟ شوفي، التعلق هو انه الانسان ما يستوعب انه شخص يعني انتهى دوره من حياتنا، او حتى مادي او ثياب او اشياء بحياتنا، انه في اشخاص بتعلقوا بالاشياء ممكن يخزنوا اشياء مثلا محتفظين فيها من 30 40 سنه ما وخانقه الدنيا وكذا وما يقدروا يتخلصوا منها، عندهم تعلق مثلا بالاشياء. تعلق بالاشخاص لسه كمان مشكله اكبر، لانه ماك أي اثنين بتقابلوا ممكن يكلل لقاءهم أو حبهم بالارتباط أو يكون حتى أساساً هو لقاء ناجح يعني. فهون المشكلة، يعني إذا أحد الطرفين قرر أنه يترك أو ما زبط، ما صار فيها الانسجام ليكملوا، هون بقى بتصير المشكلة. من كم يوم أنا صار معي قصة، يعني ياريت تخبرينا عنها. إيه، زارتني صديقة إنجليزية بصراحة، هي جاي لعندي كصديقة، أنا لما شفتها ما بعرف شو بدي أحكي لك رانا، يعني عن جد إذا نفختي علي بتوقع، وشها أصفر خاوي تماماً، ما قدراني حتى تشيل حالة من كتر ما أنا، طبعاً في حالة انفصال عاطفي بينها وبين شريكة. فقعد حكيت معها، طبعاً دخلت بحالات بكاء شديد ومنهارة، يعني فوق ما يخطر لك، منهارة على الآخر يعني مدمرة. بلشت شوي هديها وعملت معها طريقة الرايك. رنا ما بتصدقي، يعني أنا كنت متمناي بس لو من الأول مثلا أنه مسجلة جلسة أو حتى صوت أو شيء، اختلف شعورها تماما، حتى وشها اختلف، صار في حياة، بلشت ابتسامتها، وشك الأصفر صار لونه وردي.
احسن بس قالت لي انا زمان بس انا كثير منيحه بس بدي شوي نام، لانه هو بعد الجلسه بتعرفي رنا بصير في حاله تعب لانه طاقه بتتغير تماما. صحيح. فانا عن جد حتى انا يعني قلت واو معقولي يعني هيك بعد ساعه وشوي، هاي مأساة حياتها اللي هي كانت اساسا وصلت للهاوي مثل ما بيقولوا. مجرد جلسه رايك رجعت للتفكير المنطقي يعني لحالة التوازن. ما سبب يعني التعلق برأيك رزان؟ ليش نحن نتعلق بالأشياء أو بالأشخاص؟ هلا التعلق أحياناً نحن منرجعه كما في بعض كثير من الحالات بيكون ارتباط بالأب أو بالأم، مثلاً ممكن وفاة أحد الوالدين بعمر مثلاً مبكر، ممكن فجأة الطفل يفيق متعود كل يوم يفيق يلاقي والدته مثلاً بالبيت، فيفيق مرة من أيام ما يلاقيها. مثلا الوالد يكون باعتقاده انه اوكي هذا طفل عمره سنتين او 3 سنين، اذا قلت له انا مسافره هو ما حيفهم، فهي بتترك بتروح بتغيب فتره وترجع، فالطفل فجاه بفيق ما بيلاقي والدته، فبحس هون بصير عنده الشعور بعدم الامان، هون بصير خايف دائما حتى وقت بيكبر باحساس الفقد، بتلاقي بصير بتعلق بخاف اي شخص يتركه. صحيح. مجرد هذا الموقف البسيط تخيلي رنا، وكل الأمهات بيعملوه لأنه بتضطر، يعني أي أم تضطر مثلا تترك ابنها لساعات لأيام لظروف معينة يعني، فهذا كتير سبب من أسباب التعلق يعني على كبر. فلما إحنا منفهم الشخص أنه هون مشكلتك، منحسسه كيف كان شعوره قبل، بتنحل كل مشكلة التعلق. صحيح صحيح. طيب بعد الصدمة وشعور التحرر، هوني هذا يعني أكيد رنا أنت كمان يعني بتحكي لنا أكيد هلأ بس خلص. الكل بيغلق يعني الكل بيجمع أنه هو شعور رائع، طبعا بيختلف شوي من شخص لشخص، بس كله بيحس أنه مثل كأنه في جسم وزن ثقيل كأنه ارتفع مننا أو طلع مننا، طاقة سودي، شيء بيخليك أنت طاقياً مختلفة، بتشوف الحياة بنظرة أحلى، بتكوني متحررة، جسمك بصير أخف. ما بعرف يعني شو بيعمل لما بنقول له سحر أبيض، عن جد سحر أبيض فعلاً، بيكون شعور مختلف تماماً يعني. صحيح. بتجربتي للتحرر طبعاً كانت كتير جميل وشعور كتير رائع أنك أنت تكون يعني بشعور التحرر، لأنك طول هالسنين أنت عم بتعيش بقيود. ومشكلة نحن ممكن نوصل لمرحلة يا رزان أنه نتعود على هذه القيود ونشوف أنه هذا الأمر الطبيعي اللي لازم نعيش فيه. وقت ما نتحرر نكتشف أنه لا، يعني نحن ضيعنا وقتنا وسنوات عمرنا ونحن تحت هذا الوهم عايشين بالفكرة. صح. وهي فكرة أو هي موقف يعني صغير، يمكن هذا الموقف ما تعدى ثواني، بس قديه هو يعني خلى حياتنا تحت رحمته زي ما بنحكي. مظبوط. فهذا الشيء كمان عشناه نحن كممارسين، لأنه دائما عشان نجرب العلم إذا هو شيء كويس نجربه على حالنا قبل ما نطبقه على الآخرين. رنا بصير معك هيك أحياناً، عفوا بس بدي أقاطعك، لأنه ولما بتحكي مع الأشخاص وبتكتشفي عندهم تروما معينة، فبيكون عندك هذا الشعور إنه يا الله أنا بدي ساعده، بدي إنه ما عم تقدري، أنت تحسي عندك الحل، بس ما دايماً بيسمح لك الظرف أو الشخص الثاني إنه بيعطيك يعني كل الصلاح المجال حتى إنك تحرري من الصدمة، بس عندك هذا الشعور؟ اكيد دائما، يعني انا دائما يعني بمد يعني يد المساعده للاشخاص اللي حوالي، ودائما بعرض اني انا اعمل لهم جلسات لانه حابه انهم هم يعيشوا اللي انا عشته قبل. صح. ونفس الوقت وقت يعني لما انت تقدمي المساعده رزان خاصه بهاي الاوضاع، الناس ممكن تستغرب، تخيل يعني ممكن الناس تستغرب انه ممكن عادي تعملي لنا جلسة، ممكن عادي انك انت تسمعينا، حتى يعني حتى في ناس ممكن توصل لمرحلة ممكن تدفع يعني آلاف الدولارات بس عشان حد يسمعك. طبعا اكيد هذا الشعور كتير جميل، وانا دائما يعني بحب انه الكل اللي حوالي والكرة الأرضية انهم يعيشوا هذا الشعور. ان شاء الله نوصل لهاي النقطة، وما
ونحرر كل الكرة. يا ريت يا ريت دائما وأبدا، وخاصة مع خطوات واضحة أكيد مثل علم الرايك. وزي ما يعني ذكرنا بالأول أنه أي حدا ممكن يكون ويتعلم ويكون ممارس للرايك، ومش شرط أنه يكون عندك الشهادات العليا ولا هي الخبرات اللي ممكن أنت لازم تدرسها أو تعيشها عشان تكون ممارس الرايك. وهذه الميزة اللي ممكن إحنا دائما نذكرها للممارسين الجدد والناس اللي ممكن أو بتفكر إنها تغير حياتها، إنه لا، بإمكانك إنك تدخل وتكون ممارس، تعالج نفسك، تحرر من صدمات، وكمان تساعد الآخرين اللي أنت بتحب يعيشوا نفس الحرية اللي أنت عشت. حتى ما بالضرورة يصيروا ممارسين، يعني مجرد هني بس دخلوا بس يحرروا نفسهم والأشخاص القريبين منهم، هاي لحالة بتكفي، يعني هاي نقلة نوعية لحياة الأشخاص. صح صح. ولازم نذكر شغلة رزان نحن واجهناها بالجلسات، إنه إذا الشخص ما عنده النية إنه فعلاً يتغير أو يتحرر أو فعلاً يشوف الموضوع إنه خلص لازم يبدأ صفحة جديدة، نحن كممارسين ما فينا نساعده. دائماً الإرادة دائماً بتيجي من الشخص نفسه، أكيد. والمقاومة دائماً إحنا بنواجهها طبعاً مع الحالات. بده يعترف أول شيء إنه عنده هذا الشيء ويساعدنا، لأنه غير هيك صعب. صح صح، وهذا دائما نحن بنواجهها يعني، بس مقاوم. طبعا، بس الشجاع هو اللي الوحيد اللي ممكن يعني يبلش انه يتحرر يعني. واحنا كان عندنا هالمخاوف انه احنا طبعا ما نقدر نواجه صدماتنا او شعورنا، ما نقدر نعترف فيها. صعب احيانا الاعتراف انه احنا عندنا هذا الشيء يعني. صح، بس وقت ما نحن تحررنا صرنا ندور دوار على الصدمات. يلا وين الصدمة الثانية؟ وين اللي بعد؟ بدنا نرتفع أكثر وننتقل لمراحل أعلى، فيلا في كلنا كل شيء، خلونا صح نصير. لأنه نحن، أنا عندي هذا الإيمان إنه نحن عشنا لنستمتع بهذه الحياة، أكيد، مش لنحصر حالنا بزاوية وشعور ممكن يكون وهم وظلمة يعني. أكيد. اليوم نستقبل أسئلة رنا ولا شو؟ أكيد نحن عندنا في أسئلة، بس خليني أنا أشوف الأسئلة اللي ممكن نطرحها. طبعاً أنا كتير شاكرة تواجدي معك اليوم حبيبتي رنا، وكتير فرحانة يعني إنه صارت لنا هاي الوقت واللحظة إنه نحن نجتمع أنا وياكي. والله بجهود صديق سهل. صحيح طبعا، احنا بنحيي لسهل. سهل التحيه. اكيد تمام، بس اعطيني دقيقه. خذي وقتك. طيب طب شو رايك بس خليني افتح النور للحظه عشان بس اقدر اقرا الاسئله. نورك قطع على الكهرباء، خذي راحتك. ماشي اوكي، ورجعنا. طيب الأسئلة اللي وصلت لنا عن السؤال الأول بيحكي رزان، ما هي نقطة الفصل في علاج الرايك؟ بمعنى متى تكون حالتي قابلة للعلاج ولكن أنا لا أستطيع حلها؟ ما في شيء ما اسمه، يعني كل الحالات قابلة للعلاج. إذا الشخص هو عنده فعلاً رغبة إنه يحل، ما في شيء بوقف في طريقه. حتى لو كانت تروما صعبة، مجرد ما نلاقي الموقف الأول يعني بعدة محاولات خلاص تنفك أي مشكلة يعني. بس بيكون هو عدم خبرة من الشخص اللي عم يحاول يعالج نفسه أو هيك، بس كل شيء له حل يعني. أكيد صح، وخاصة إذا كانت الصدمة شوية عميقة أو كبيرة، أكيد محتاجين انه ممكن يكون مع ممارس اكثر من انه هو يستخدم الخطوات مع نفسه.
أوكي. جاوبنا على هذا السؤال، هل بمجرد أني أتعلم الرايك سوف تحل كل صدماتي؟ أكيد يعني أكيد طبعاً، وبضل بأكد أنا رغبة الإنسان، يعني ما كل تعلم رايك حرر صدماتهم، هو حسب رغبة الإنسان، وفي ناس ما تعلموا الرايك أساساً، مجرد ما شافوا جلسة جلسين حلوا كل صدماتهم، فهو الشيء بيرجع للشخص، هو شو حابب يعمل، وين أخذ هذا الموضوع يعني، وعنده رغبة حقيقية ولا هيك يعني. إنه علم وفضول ممكن يدخلوا بس، صح؟ أكيد أكيد. تمام. في سؤال، هل الدلع المبالغ فيه ممكن يولد صدمة للأطفال؟ الدلع قصدي للكبار يعني، ولا قصدك دلع الأطفال؟ طبعا طبعا، يعني شوف الطفل حتى من دون صدمة، يعني الطفل اللي بيعطى كل شيء هذا شوي بتعذب كتير بحياته، أنا بفكر كل شيء سهل، لازم أحيانا الطفل يتعب شوي ليحصل على أشياء، وأكيد بيربي عنده النرجسية يعني كمان. صحيح، والمثل اللي دائما بيحكي لنا اياه محمد الكيلاني، ممكن يكون طفل عايش بقصر وغني وبتمه معلقة بمعلقة ذهب، بس وقت ما حدا يدخل مثلا على الغرفة فجأة او يصرخ عليه، وقتها ممكن تشكل له تروما بهاي اللحظة او الصدمة. 100%. تمام. في سؤال كمان شوي هيك عميق، بيحكي عن التربية المثالية للأطفال. عفوا عن التربية المثالية للأطفال لعدم حدوث الصدمات. فعلا سؤال كتير عميق، يعني نحن كنا حتى كممارسين كنا كتير انه كيف نحن بنتعامل مع الأطفال، يعني وصلنا لنقطة انه كيف ما نعمل عندهم هاي المفارقات، يعني أهم شيء ما نحسس، يعني هي فعلا نقطة حرجة، يعني نحن أكيد ما توصلنا للحل المثالي يعني، بس عم نحاول ما نحسس انه هني في فرق واختلاف بينهم وبين الاشخاص، او هني احسن من اشخاص، او اشخاص احسن منهم، او نعمل لهم مقارنه، على فكره المقارنه بتقتل الطفل، مثلا شوف ابن خالتك شو جاب، شوفي اختك احسن منك، شوفي اختك اطول منك، شوفي هذا قاتل للطفل، كل انسان لازم نفهم الاطفال انه كل طفل هو مخلوق بميزاته بجماله بصفاته، ما نقارنه بحد، هذا الطفل مميز بشيء، أخوه مميز بشيء ثاني، ابن عمه مميز بشيء ثالث، فما نعمل مقارنة، هاي الشيء كمان كتير مهم. طبعا موضوع كتير عميق، أكيد جواب ما رح نوصل كله يعني، بس إنه بالضبط. وأنا عندي بس شيء إضافي على كلامك رزان، عندي إيمان قوي الطفل بتعلم من اللي أكبر منه، وخاصة القدوة منهم اللي هو الأب والأم، وممكن الأخ أو الأخت الكبيرة. فالوقت ما نحن نقرر إن نحن نتعامل مع سلوكياتنا بشكل سليم، إنه نحن فعلاً نكون صادقين بمعاملاتنا مع الآخرين ومعاملاتنا مع نفسنا، لا إرادياً الطفل بينسخ هاي السلوكيات يعني بيشتغل عليها، لأنه ما شاف غيرها إلا قدام أبوه وأمه. فوقت ما أنت تحسن سلوكياتك، وقت ما أنت تحسن قيمك، بحكي طبعا عن الأب والأم، وقت ما أنت تقرر أنك أنت زي ما بيحكوا تربي حالك من أول وجديد، لا إراديا الطفل راح ياخذ ويتقمص كل تصرفاتك وحتى كمان تفكيرك وطبيعة الكلام اللي ممكن تتكلمه بالبيت. فهاي كمان نصيحة ممكن أنا قدوة 100% رنا، القدوة يعني مثلا الأب ما فيني هو المفروض يقول الكذب غلط وحرام، وبيسمع مثلا الطفل بيسمع أنه كذب أبوه مرة، أو مثلا ما تعملوا هذا الشيء، يعني لازم يشوف الطفل الفعل قدامه، وساعتها فعلا بيؤمن فيه وبيقلده، لأنه لازم يكون في قدامه قدوة. أما والله الدخان مثلا سيء كتير كتير، لا تشرب يا مثلا يا ابني، وهو الأب عم يدخن، فما بتزبط يعني. صح، دائما الواحد ينظر لنفسه عشان يقدر يكون قدوة للآخرين، ومنها الطفل أو الأشخاص اللي حواليه حيتأثروا لا إراديا من هذا الشخص أو السلوك الصحيح. فتربية الأطفال ممكن تكون صعبة، بس حتكون سهلة علينا إذا نحن ركزنا على حالنا أكثر. أكيد. طيب، في سؤال كمان، هل العلم الرايك يتعارض مع أي أحكام دينية؟ لا أكيد، ليش يتعارض مع أحكام دينية؟ هو ما في لا سحر ولا في أي شيء خارج، ممكن خافوا لما حكيت السحر الأبيض. لا، السحر الأبيض هاي كلمة هيك ممكن يعني، سوري مجازية يعني بس هو من كتر ما نشوف نحن التغيير
يعني ما بتصدقوا التغيير اللي بصير على الحالي. فنحن سميناه مثل كأنه سحر، بتنسحري من الشعور اللي بتعيشي فيه، ما له علاقة طبعا بالسحر أبدا، بس هو الشعور من كتر ما بتصير في فرق بالشعور والطاقة، وأنت بتحسي حالك سعيدة وراح تطيري، بتقولي واو شو صار لي. يعني نحن حكينا كلام عادي، عملنا حوار مجرد عادي، إنه كيف تغير شعوري. يعني وفي جلسات مسجلة بتلاقي ردة فعل الناس، إنه لحظة أنا من شوي كنت شايفة مثلا هذا الشخص وشه مشوه، أو هذا الشخص ماني حاببته أو ما طايقته، بعد هالخطوات لا أنا متقبلته، أنا بحبه، أنا هذا اللي سميناه سحر، ولا هو ما له علاقة بأي شيء من صح. هو تكنيك نتبعه فقط. طبعا اختراع الكيلاني، طبعا هاي طريقة رائعة ومبدعة وخلاقة بعلم النفس لحتى نوصل لهالشيء. يعني لا، وخطوات كتير واضحة، يعني ما فيها يعني متاهة أو صعوبة إنه الواحد ممكن يبلش بذاته يعني أو بنفسه. وهالعالم بلش أكيد من الأردن رح ينتقل لكل العالم يعني، بس بده شوية وقت. صحيح، زي أي شيء جديد لازم الواحد يعني يتقبله بالأول، بعدين ممكن ينتشر بشكل كتير سريع. أكيد. طيب، في سؤال كمان أظن نحن كمان جاوبنا، هل بمجرد متابعة الكورس المجاني على اليوتيوب ممكن أحل صدماتي؟ أكيد طبعا ممكن. طيب، ممكن كمان سؤال، كيف ممكن أحجز جلسة الرايك؟ اوكي، في نحن حاطين بالدسكريبشن بوكس، حاطين كل اللينكات للموقع، كل الممارسين المعتمدين، بتفوتي بتختاري الممارس اللي بترتاحي له وبتحجزي معه جلسة. الموضوع كثير سهل وبسيط يعني. صح، عن طريق الموقع اللي راح كمان زي ما قلتي راح يكون في صندوق الوصف. وفي عندنا ممارسين كثير مبدعين معنا، ان شاء الله باللقاءات الجايه راح يكونوا متواجدين لكمان لاسئلتكم لاستفساراتكم، وحتى لبعدين اذا انطرح اسئله عن طريق قنواتنا نحن ان شاء الله راح ناخذ هذه الاسئله ونعمل لقاءات ردا على هذه الاسئله ونجاوبها بكل 100% ان شاء الله بكل حب ممكن نقول. اكيد. اوكي، هل ممكن حل مشكلة شخص رافض الحل بأي وسيلة؟ لا، كتير صعب، كتير كتير صعب، وأنا صارت معي أكثر من مرة. صح. شخص هو بيكون جاي يعني كرمال شخص تاني دفعه للجلسة، يعني ممكن تكون بحالات، يعني هلأ شوفي ممكن تصير بحالات أنه نحن نقدر يعني ندخله من مدخل معين، بس إذا هو فعلاً كتير مصمم إنه وعنده هاي قوة الدفاع إنه أنا لا ما بدي تعالجون، يعني مثل تحدي إنه أنا أوكي دخلت ورح أفرجيكم إنه أنا ما حتقدروا، أنا يعني أو أنا ما عندي شيء أو ما عندي أي مشكلة، لا صعب كتير يعني. بقول أول طرق العلاج إنه الواحد الاعتراف بالشيء اللي عنده أو مدرك إنه في مشكلة. صح. وهي المشكلة هو أول شيء رح يساعد نفسه فيها، يعني ما حيساعد الآخرين، هو رح يساعد أول شيء نفسه يعني. ودائماً اللي بيطلب التغيير هو اللي بيكون عنده الاستعداد أكيد إنه يتحرر من أي مأزق أو مشاكل أو صدمات بحياته. أكيد. تمام. في سؤال، نبذة عن الحالات اللي ممكن يحلها الرأي. واو، يعني كتير 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 فوق ما يخطر لكم. ممكن علاقات الحب الفاشلة أو الارتباط الفاشلة، حتى العلاقات الزوجية الفاشلة، الخوف بكل أنواع الخوف، الخوف من المستقبل، الخوف من المرض، الخوف من الحيوانات، المرتفعات، الظلام، الجان، كل أنواع الخوف، الوسواس، حالات الوسواس القهري، حالات البانيك أتاك، حالات نوبات الهلع، شو كمان، الاكتئاب، عدم الإنجاز، شو رأى ذكريني شو في كمان حالات طبعا احنا زي ما ذكرنا بالعلاقات والخوف زي ما انت عدتيهم، تقبل الذات، مشاكل العمل اللي ممكن يصادفها الانسان، كمان علاقة الاب والام، علاقة الاب والابناء، هاي كمان احنا زي ما ذكرنا كثير مهمه. مهمه صحيح. رضا يعني الشخص عن حياته، يعني هو تقبله لواقعه ويصير انت انسان منتج وفعال بالمجتمع. يعني هاي كثير نقطه كمان مهمه. يعني احنا يعني صادفنا كثير صراحة مشاعر وصدمات، كل شيء كل شيء، ما في شيء ما حل، ما في شيء ما مر علينا.
فعنا صعوبة نتذكر إنه بس شعور واحد ما قدرنا نعيشه. يعني بس فينا نختصر إنه ما في شعور سلبي، ما في شيء سلبي ممكن نعيشه إلا نلاقي له عن جد نلاقي له حل بالرأي. صح، وجذر لصدمة معينة. صح بالضبط، معك حق. طيب، أنا كتير مبسوطة اليوم وفخورة فيكي حبيبتي. حبيبتي وأنا كمان حكي معك، وإن شاء الله يكون هذا اللقاء ناجح، وأنا واثقة يعني إن شاء الله يكون مسمار، وقدرنا يعني ما بعرف نقرب فكرة الرايك ونعرف عليه، وإن شاء الله يكون فدنا فيه يعني ناس. وشكرا لوقتك ولوقت سهل وليلى. صحيح، فريق العمل طبعا، فريق العمل نشكرهم طبعا، نحن من دونهم ما فينا، يعني كان هذا اللقاء ما تم صراحة. أكيد أكيد. ونشكر كمان الممارسين على دعمهم معنا، ودائما طبعا نحن عندنا لقاءات دورية، ومن هذه اللقاءات نتعلم من بعض ونسمع على بعض ونشاور كمان بعض. الحلو نحن كان يعني زي مجتمع صغير، زي كأنه لقينا نفسنا مع بعض. أكيد. فدائما الشعور اللي دائما بينتابني لما اكون معهم زي انهم جزء من اسرتي او عيلتي، يعني هذا دائما بحكي لهم انتم عيلتي الراكين. ناخذ الطاقه من بعض ومنظبط بعض يعني، وندعم بعض، وكثير كثير اسره حلوه دائما متواجدين لبعض نحن دائما. الحمد لله شيء حلو عن جد. شكرا كثير لوقتك انا ولوقت الجميع. بدك تحكي شيء آخر اللقاء قبل ما نخلص؟ والله بدي أحكي إنه الناس تجرب من رأيك، تشوف تفوت الدورة المجانية، تجرب بجلسة، يعني حاولوا تغيروا حياتكم ومشاعركم بأي طريقة معينة عن جد، لأنه أنتوا الوحيدين الأشخاص المستفيدين من هالشيء. صح، معك حق. أنا بتشكرك كتير ومبسوطة إنه قدرنا اليوم نعمل أول إنجاز لأول لقاء بيني وبينك حبيبتي. وبتشكر كل اللي تابعنا اليوم وكان متواجد على الموعد، والحمد لله ما تأخرنا عليكم. قدرنا نحن نجاوب على الأسئلة اللي انطرحت حاليا، وإن شاء الله زي ما حكينا قبل، أي سؤال ممكن ينكتب تحت هذا الفيديو رح ناخد السؤال، ورح يتم لقاءات تانية رح نسجلها سواء معنا مع ممارسة مميزة رزان، أو مع الممارسين المميزين كمان معنا بمجموعة الرايك. بتشكركم كتير وبتمنى لكم يوم سعيد، وأنوي لكم كل الحب يا رب. كل الحب. باي باي. مع السلامة. باي باي.